نقف جميعا دقيقة صمت على أرواح شهداء العراق. جراء ما ارتكب بحقها من جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي والتغييب والاختفاء على يد أزلام نظام البائد والعصابات الإرهابية لتكون صرخة قوية في سبيل استرجاع الحقوق المغتصبة ماديا ومعنويا عن سنوات الظلم والقهر والقمع الطويلة والكشف عن مصير الشهداء الأبرار والمغيبين قسرا والاحتفاء بهم. وننطلق بقوة وصلابة من هذا المنبر لنطالب سلطات الدولة القضائية والتشريعية والتنفيذية بتطبيق الأحكام والقرارات والتشريعات بشأن اعتبار ما تعرض له المكونين الفيلي واليزيدي جرائم إبادة جماعية ضد الإنسانية بكل المقاييس والأعراض، حيث مرت كل هذه الأعوام ولم يتم إنصاف الضحايا المغدورين لحد الآن بالرغم من الوعود والتعهدات والالتزامات الدستورية والدولية والقضائية والقانونية والحقوقية والإنسانية التي تقتضي بإشراك مكونات الشعب العراقي في العملية السياسية دون إقصاء وتهميش، وبما يكفل تمثيله السكاني العادل وعدم إفساح المجال للمتاجرة الرخيصة من قبل أطراف عديدة تدعي تمثيلها في كل أفعالها وتصرفاتها التي أثبتت فشلها الذريع في تحقيق المنجزات والمكتسبات على أرض الواقع، وأسهمت بتجاربها المريرة وأخطائها المتراكمة طيلة عقد من الزمن في إفشال توحيد صفوف المكونات ومنع إحياء مشاريعها. وبهذه الأهداف النبيلة ولد مؤتمرنا المبارك هذا بسواعد الخيرين والشرفاء وعلى بركة الله من أجل تحقيق الغايات المنشودة وعلى كلمة الحق. والسلام عليكم. عاشت المرأة العراقية في بلاد ما بين النهرين مراحل مختلفة في معترك الحياة، وكانت لها مكانة مرموقة لم تصل لها نظيراتها إلا بعد عناء طويل، ولكنها أيضا عانت من الظلم والتهميش سنين طويلة، واستطاعت أن ترتقي بواقعها نحو التقدم وخاضت أشواقا مختلفة ولعبت دورا مركزيا وأثرت في الحضارات المختلفة على مر الأزمان. أرتقت المرأة في الحضارات العراقية مكانا متميزا منذ ومضاة الوعي الأول. ارتبطت بالأرض فهي الأم وهي الملكة الراعي وهي المانحة للحياة، لذلك أعطاها المجتمع حقها ومكانتها بتمييز وتقدير. ونحن اليوم نأمل من الخبراء والباحثين المشاركين في مؤتمرنا بالوقوف على حضور المرأة في سائر الأهداف وإزالة العوائق التي تحول دون مشاركتها على قدم المساواة في صنع القرار. لقد حان الوقت لأن يدرك صناع القرار في العراق بأن المشاركة السياسية الفعالة للمرأة ليس ترفاً ولا هبة، إن مشاركة المرأة جزءاً لا يتجزأ من إرساخ الديمقراطية الحقة والعدالة والمساواة للجميع، وإن حقوق المرأة الفيلية جزءاً لا يتجزأ من حقوق المرأة العراقية. والآن مع كلمة المرأة الأيزيدية تلقيها السيدة سهام دخيل شمع. الرجال التزام بالصمت. بداية نتقدم بالتحية والسلام لكافة المشاركين والضيوف. باسم نساء الأيزديات نهني ونبارك انعقاد المؤتمر الأول للكرد الفيليين والأيزيديين، ونتمنى أن يحقق المؤتمر الأهداف التي تسعى إليه. باسم نساء الأيزديات تعرضت المجتمع الأيزيدي على هذه الجغرافية وعبر التاريخ إلى 74 إبادة جماعية، وفي كل الإبادة استهدفت القوة السلطوية المرأة بشكل أساسي. لقد أرادوا من استهداف شخصية المرأة القضاء على ثقافة وإيمان وإرادة المجتمع الأيزيدي،
وإبادة الأخيرة التي تعرضت لها المجتمع الإيزدي بتاريخ 3 آب عام 2014 على يد مرتزقة داعش في شنغال كان المثال الحي لتلك المآسي. كان النساء من الضحايا الأكبر عدداً، كانت النساء من القتل والمؤسسات، حيث اختطفت الآلاف من النساء وتم بيعهن في أسواق الموصل والرقة، تعرضاً للعنف والاغتصاب وكافأت أنواع التعذيب النفسي والجسدي، كما أجبرهن قسراً على ترك ثقافتهم وإيمانهم ولغتهم. إلا أن عديد من النساء الإيزديات قاوموا رغم كل الظروف، من أمثال شهيدة جيلان والأمة جولين. لقد قطعوا الشرائين إيديهن كي لا يسقطن في أيادي مرتزقة داعش، ألقوا بأنفسهم من فوق الصخور وفضلوا الموت على الاستسلام. للمرأة الإيزدية لها تاريخ عريق في المقاومة.